فطبعا الواحد كما ذكرت بيتأثر بالجماعة اللي معاه في النشاط اللي بيقوم بيه وبيقوموا بيه. لما بيكون تلميذ طبعا هو بيتأثر بالدراسة وبزملائه، بيحدث نوع من يعني الاندماجات الجماعية والاهتمامات المشتركة اللي هي الدراسة، المواد الدراسية. الواحد لما يفتح موضوع عن أي مادة الكل هيكون ملم بيها، سواء عربي رياضة مش عارف كذا، فاهمين وعارفين والله. وأي سؤال ولا أي يعني آراء أو تعليقات الكل من الممكن هو يجاوب عنها، أو فاهم وعارف والله إيه اللي موجود. عنده سرعة البديهة في الإجابة، وعنده سرعة الحفظ أو سرعة الفهم وفقا لشخصيته. وبكده الواحد بيجد يعني الأشياء اللي بتتم. هناك من يجتهد ومن يبدع ومن يتفوق ويحقق أفضل النتائج الممكنة. ونفس الشيء ينطبق على بعد ذلك على الجامعات وعلى المعاهد وعلى الشركات والمصالح التي يلتحق بها المصالح الإدارية التي يقوم فيها بعمل، أو مصالح عملية زي المصانع والشركات. ففي تنقسم الأعمال من نظري وعملي ووفقا لتنظيمات وقواعد وقوانين كلها بتكون متواجدة في إطار محدد لها. والإنسان بيعيش بهذه الصورة وبيختار النموذج الايه، هو مش بيختاره بشكل، وإنما يعني شخصيته هي التي تتحدد وفقا لاهتماماته التي وجدت، الاهتمامات التي وجدت والعلاقات والمعاملات وكل تلك الأشياء التي اختارها ولم يختارها.